الله يصبحكم بالخير والسعادة والنصر إن شاء الله. اليوم هو اليوم 27 من معركة طوفان الأقصى، وتذكروا هذا اليوم جيدا، وسوف تتذكرون هذا الفجر جيدا. من الصباح بفضل الله تعالى اشتباكات ضارية بين كتائب القسام وبين جنود الاحتلال وأرتال الدبابات الغازية، والله الذي لا إله إلا هو. نستشعر في هذه اللحظات معية الله معنا، نستشعر في هذه اللحظات قدرة الله معنا. هذه المنطقة، المناطق التي تدور فيها الاشتباكات، دكت طوال الليل دكا مباشرا من الطائرات، دك يعني تكاد تقول لم يبقى أي شيء يعيش على هذه الأرض. والآن تدور اشتباكات ضارية مع هذا المحتل في كل بقعة. ها أنتم تسمعون الضربات والاشتباكات، هذه ضربات الطراد، والاشتباكات الآن تدور في تلك المناطق بالأسلحة الرشاشة. نحن على موعد إن شاء الله كما وعدنا ربنا، وكما نوقن بذلك أننا على موعد إن شاء الله مع تكبيرات النصر، وسيكون هذا اليوم يوما حاسما في هذه المعركة. وأبشروا إن شاء الله.